L'enregistrement, rêve dit. قبل ما غادي نبدا لو كور، بغيت غير نبين واحد المسألة كنا دوين عليها قبل، واليوم غادي نبينها لكم بالدليل كاع. C'est bon. Alors, je vais partager avec vous l'écran complète. C'est bon. Alors, d'abord, on l'écran كلها قدامكم. Alors, قدامي هنايا حال. تدرى ماشي بان والو. صبر، راه غير بقى ما طلعش لك كتب دابا لك. واش خدام بالباف ولا كيبقى يتعاود الصوت؟ لا استاذ، هي دابا داير غير داكشي باش ما كتسمعش مزيان. دير لي زي كوتور الى كاينين احسن. الوغ ردوا البال معايا هنايا، شنو بغيت نوريكم في هاد هذا الكو. الوغ فوالا، انتم ردوا معايا البال مزيان. سي بون، هادو 63 بي دي اف كلهم ديال مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل. واحد ديال نيفو كاليفيكاسيون اللي كنقولوا ليه بالمختصر الدارجي ديالنا الكاليف، واحد ديال تكنيسيان، والاخر ديال تكنيسيان سبيسياليزي. هاد لي تخوا موديل كلهم ديال موديل دو لا ترانسميسيون. غنشوفو غير لو سومير ديال، مثلا غادي نمشيو للبي دي اف ديال الكاليف. ها هي دابا قدامكم نيفو كاليفيكاسيون، ها لو سومير ديالو. Résumé théorique, donc les différents types de la transmission. Classe, le couple moteur, qui est l'embrayage, les éléments du dialogue, le fonctionnement, les types, les anomalies, les kinines, les pannes, la boîte élémentaire, les évolutions des boîtes à deux arbres, à trois arbres, ou l'évolution des pignons, pignon droit, pignon hélicoïdal, on va dire. Synchroniseur, les synchroniseurs modernes, fonctionnement de la boîte, les commandes internes, d'elle-là, les sélecteurs, les anomalies, d'elle-là, les incidents. هنايا كيديروا لي رابور دو دي ملتيبليكاسيون، لحقاش لو سيستيم دو ترانسميسيون سي ان سيستيم دي ملتيبليكاتيف. اوكي، وفي وسط هاد لو كور لي هنا كاينين هادوك لي كالكول ديال فيتيس دونتري، فيتيس دو سورتي، رابور ديال بروميير فيتيس حتى الرابور ديال مارش اريير. كيشوفوا البون ديفيرونسيال لي كاردون. اوكي، ترافو براتيك، كاين اللي عندهم العلاقه بحال مثلا هنايا ريغلاج اكسترن، يعني من لوفيي ديال فيتاس الا كانت بواط فيتاس ميكانيك بطبيعه الحال. المهم هادشي اللي عندهم في لي تي بي اللي عندهم العلاقه بليكو. هذا بالنسبه الكاليفيكاسيون. نمشيو للتي تكنيسيان، غنمشيو ديريكتومون السومير باش غير يبان لكم. ها السومير، لا شين سينيماتيك كاينه. استاذ واحد اللحظه عافاك نسولك. وي نعم استاذ، قاعد لي بي دي اف بحال هذوك اللي عندك كامل انا عندي، ولكن كنلقى فيهم نفس استاذ، نفس داكشي كيتعاود، نفس السومير استاذ، ف ديمو تي اس دي او باك برو نفس السومير ديالي. راه هادشي اللي بغيت دابا نتفاهموا عليه، عاد غادي ندوز للمفيد.
تفهموا علي بعد انت دابا تاكد منها راه كاين اللي باقي شاك دابا هذا السومير ديال لا ترانسميسيون نيفو تكنيسيان ها لومبرياج ها لافوات ها الكوبلور ها لاربر ها الكوبل كونيك ديفيرونسيال ها لومبرياج ياك لي جينيراليتي كونستيتيسيون ها هما لي كومبوزون ديال لومبرياج ديسك لي روسور ديالو راه بحال راه غير هذاك الشيء نيت هو كيعينو كيفصلو ولكن راه كاين عندهم حتى في هذوك هاو كيبان لكم قدامكم لي زانومالي ديال لومبرياج ياك لي زانومالي كاينين حتى في هذاك الاخر صحاب الكاليف هنايا هنا شنو بحال كنقولوا دوك الزيادات ولا هذا كاينين دي شوز اللي بحال كنقولوا فيهم ان بو داناليز شي حاجه اللي هي زايده بحال دابا هنا دابا هنا دابا لي كوب بار اكزومبل غنمشيو لي بواط ها هي دو زاربر تخوا زاربر لي كومبوزون ديال لي بواط راه غير معاودينو مفصل ولكن راه هاد لي تيتر كلهم كاينين في الكاليف كلهم حقاش كيدوزو قلت لكم لي دون اليكويدال دغوا هادشي كله نتا هما دابا عندهم كنمشيو لي زاربر تيب ديال لي غولي غولمو الوغ بحال هاد المسائل هكذا مثلا دابا التكنيسيان كيقراو على لي تيب دو غولمو كاليف مثلا لا غير هادي دابا زايده عندهم ها هي وحده ياك لي سانكرونيزور كاينين عند هادوك عند هادو اشنو عاوتاني ديفيرونسييل راه عند هادوك وعند هادو يعني ما كاينش هنا دابا لي بواط اوتر تيب ديال لي بواط الوغ هنايا فين كنجيو هنايا تكنيسي غلقاهم كيقراو بواط فيتاس روبوتيزي بواط فيتاس اوتوماتيك والكاليف لا ياك ولكن هاد لي بواط هادو وانا قربنا دابا لترافو براتيك هاد لي بواط اوتوماتيك ولا روبوتيزي كيقراوش عليهم بزاف في التكنيسيان كيقراوش عليهم بزاف سي بون مشيو دابا للتي اس ها التي اس هي هادي ها يا سيدي ها الشعبه دابا ديالكم ياك ها الصومير الا رديتي البال راه هاد الصومير هذا الا بغيت تمشي للتكنيسيان ها الصومير ديال تي ها الصومير ديال تي اس اش بان لكم كوبي كولي هو هو بحال بحال هاي امبرياج اتراكسيون او ا بوسي ها هو هنا ها هو امبرياج اتراكسيون او ا بوسي كوبي كولي بحال بحال رونفو فيكس هاي ميكانيك ادو زابا رونفو فيكس هاي هنا يعني هاي هاي الوغ يعني الا غادي نديرو هاد الحصه هادي هي راه صالحه لكم دابا كاملين شي حاجه بسيطه اللي كتكون زايده مثلا دابا تي اس حنا كاع لي سانكرونيزور كاينين عند هادوك عند تي عند تي اس باش مسالين تي اس بلا بواط فيتاس روبوتيزي وهذا صفحه 75 ياك ايوا ها هي تا هادوك هنايا نفس الشيء هاي بواط فيتاس روبوتيزي اوتوماتيك صفحه 75 77 ها يلا ياه سي لا ميم شوز غير كيكونوا بحال مثلا تي اس عندهم دي شوز ديال الكالكول شي كالكول زايد بحال داكشي اللي غانفوا دونغل بحال داكشي ديال لي فورس لي فورس اللي كاينين مثلا هنا ها هي هاد لي فورس ايشانجي اونتر لي دون يعني دوك لي فورس وكتقراو داكشي ديال لي فيكتور و ياك le produit vectoriel le produit en français le produit
واش لو برودوي سكولير واقيلا ما عقلش مزيان. المهم كاين لو برودوي فيكتوريال، الا شي واحد فيكم باقي عقل على هذا الشيء. وما عرفتش بعدا واش كتقراو لحقاش الناس ديال تي اس، يمكن عندكم واحد لو موديول حسب داكشي اللي عندي. فين هو تي اس؟ ولا هو تي اس هو هادو. نحاول باش ندير واحد لافيشاج اللي هو بحال هكا. الو تي اس عندكم يمكن شي موديول ياك؟ فوالا الكتريك فيريفيكاسيون اوتوماتيزم. لا واش باقي عندكم واحد موديول فيه غير لي ماتيماتيك بوحدهم؟ اشنو اللي تزادكم نتوما؟ تزادكم اسيدي هادشي ديال لي في لي زونطريمون هبريد ياك. الكاليف ما عندوش مثلا جيستيون ديال لاتسولي لي تكنيسيان، هادشي ديال كونفور اي سيكوريتي بالنسبه للكاليف كيقراو في وسط الموديول ديال ليكتريسيتي. نتوما عندكم داكشي معزول تي اس مثلا ديسان كتقراو نفس الكور كلكم روفرواديسمو ليبريفيكاسيون لو ميم كور ليتيود ديال موتور سيستيم الكتريك. مثلا نتوما كتقدروا تمشيو شويه بعيد، لكن انت هما كيقراو يعني توس كي باز هما راه عندهم. نتوما عندكم برينسيپ ديال ليكترونيك لوتوماتيزم هما ما عندهمش. كندوي دابا على الكاليفيكاسيون بالنسبه للتكنيسيان بار اكزومبل. ها هو التكنيسيان سيدي، ها هو الكو تكنيسيان عاشي شويه ما عندوش مثلا هذاك ديال لوتوماتيزم اي ليكترونيك. ها دابا حاط لكم دابا لي موديل ديال عامين كامله، كلها عامين كامله فوالا. يعني ما كاينش واحد هاد البرانسيب ديال لا ميكانيك ابليكي، هذا راه كان تاع عند الكاليف، كان عندهم حيدناه اليوم ما بقاش. عندكم لانفورماتيك اندستريال هما ما عندهمش، ما كاين لا عند تي ولا عند الكاليف، هما ما عندهمش هذاك الموديول. ميثود دوتي اي دياغنوستيك كاين عند تي وكاين عندكم نتوما، الكاليف ما عندهمش، الجيستيون عندكم وعند تي. سي بون ما كاينش واحد تلي تيكنيسيان عندهم لا كليم في موديل واحد، الكاليف كيقراو لا كليم في وسط الموديل ديال ليكتريسيتي والالكترونيك. نتوما عندكم ليبريد تي والكاليف ما عندهمش كاع، يعني هذا هو الموديل مثلا عندكم نتوما هذا ليبريد و لانفورماتيك اندستريال ياك. هذا راه كاين عندكم وعند تي ديال لو دياغنوستيك، عندكم وعند تي كاليف ما عندهمش. واخا ما عندهمش كنقريوهم الدياغنوستيك حتى هما واخا ما عندهمش، يعني ما كندخلوش عليهم في هذا الشيء لحقاش كاين فيهم اللي ما غاديش يكمل من الكاليف غير التي وغيطلع التي اس. كي اللي غياخد داك الدبلوم ديال الكاليف وباغي يمشي يخدم به ما بغيناش يمشي ناقص، يعني كنقروهم الدياغنوستيك وندير لهم تيبيات في لاباري دو دياغو ويعرفوا يعبروا بالمليمتر توسكي كابتور توسكي اكتياتور ويعرف يخدم باللي لوجيسيال اوتو داتا وطولو لي رونس داتا وفيفيد والشيما. كنقروهم حتى هما هذا الشيء، يعني ما الاختلاف اللي كاين اللي هو هذا هو القضيه ديال لا فالور ديال لو ديبلوم بروميرمون. ثانيا هذوك اللي كيكونوا تي اس بار اكزومبل هما كيكونوا قارين الفرونسي ولا قارين هذا لونغلي حسن من صحاب الكاليف. هذا هو اللي كاين، الكاليف حدو مثلا 9 مع العلم انه كاين اللي كيجي عندنا الكاليف عنده كاع ليسونس في لونغلي كاع وما كيقدرش يدير تي اس، لانه تي اس خاص يكون باك سيونس، هو عنده باك ليتيرير عنده ليسونس في لونغلي وقراو عندي انا نيت قراو عندي نيت في الكاليف. سي بون بغيت غير باش نوصل لكم الفكره، يعني ما يحسبش لكم راه الناس ديال تي اس راه يعني واحد الفئه معينه اللي هي الفوق والكاليف ولا تي واحد الفئه اللي هما لتحت. لا ما كاينش هادشي، ما
تقريبا كتقرا ولا ميم شوز، نتوما فايتينهم غير بكلك كلك موديول، كلك موديول، كلك موديول، ما كاينش يعني شي حاجه اللي هذاك لي هذاك لي بريد كاع راه كنبارطاجيو معاهم شي حاجه، ما كندير لهمش كور كيف ما كيدار لكم نتوما، ولكن عندهم فكره ماشي عندهم، هما عندهم فكره غير نتوما كتدخلوا في لي ديطاي باغ اكزومبل هادشي ديال لي بريد وهذا، يعني كتمشيو نيت بعيد شويه كتقراو داكشي ديال الهوت طونسيون و باس طونسيون و خلاص لي تيب وكذا وكومو كومو فيغ وهذا كتقراو نتوما هادشي سي بون. هذا هو اللي كاين تيبي، ما عرفتش على حسب واش نتوما عندكم هذا، يعني واش عندكم الفيكول ايبريد ولا لا. سي بون، طال لي ميساج انه الريزو فيبل، ما عرفتش واش نتوما واش الصوت ديالي خدام خدامه والصوت كلشي مسموع، كلشي مسموع، كنسمعكم مزيان. هذا الميساج طالع سي بون. الوغ هذا الشيء اللي قلت غير جوست بوغ انتروديكسيون باش غير نبين لكم انه اذا كنا جامعينكم في واحد المجموعه راه تقريبا سي لا ميم شوز، غير كيبقى الفرق ديال سرعه الفهم، هذا هو اللي كاين، وسرعه الفهم مرتبطه بالمستوى الدراسي ديال كل واحد سي بون ديال المجموعه خلاص ديالكم. الوغ بالنسبه لهاد لو اف ام هذا لو فهم اللي غادي يدوز السيمانه الماجيه ياك هو غيكون براتيك. الوغ تو سكيكو جو في باسي تري فيت على القضيه ديال لوكو سي بون، ونحلو نيت البي دي اف نيت ديال صحاب تي اس براسو راه بحال بحال. شوفوا بعدا الوغ بالنسبه لوكور لا ترانسميسيون بشكل عام شنو هو لو رول ديالها؟ لو رول ديالها جاي من السميه ديالها ترانسميتر، اوكي هو سيستم دار بور ترانسميتر اوكي واحد لينيرجي ميكانيك دي موتور او رو موتريس. لي رو سميناهم موتريس نسبه الى موتور، موتريس فيمينا وموتور ماسكولين. هذوك لي رو موتريس هما كنسمو لي رو موتريس، اما غيكونوا لي رو افون ولا غيكونوا لي رو اريير ولا غيكونوا لي كات رو سي بون. هاد لي رو موتريس كتوصلهم هاد لينيرجي ميكانيك لي هي سو فورم دو روتاسيون كتوصلهم افيك اون فاصون دي ملتيبليكاتيف. سا في دير ثم كلكم قارين جدول الضرب لا ملتيبليكاسيون ياك، وهو التضاعف ولا هذا، ولكن لا دي ملتيبليكاسيون هو عكس التضاعف. الموتور الا كيدور 1000 تور باغ مينوت الرويد غادي يدورو ب 300 ياك ب 300 تور باغ مينوت باغ اكزومبل. هذا هو المقصود لا دي ملتيبليكاسيون، يعني عمر الرويد ما غادي يدورو بلا فيتيس اللي كيدور بها الموتور. علاش؟ ما يمكنش، لانه الرويد كيكونوا ب اون كونتاكت افيك لو سول، يعني عندنا واحد الكونتر فورس من جهه، ثانيا لو بوا بي ايغال ام فوا جي لا ماس فوا ياك جي. المجال الثقاله بالعربيه راكم عاقلين نتوما على هذا الشيء. الوغ بسبب هاد انه عندي بي لا فورس اللي هي مرتبطه بالثقل ديال السياره، الوزن ديال السياره والمحتوى ديالها من بينهم الركاب يعني لي باساجي او الباجاج لا مارشانديز ترانسبورتي،
بلوس هذاك لو كونتاكت كيف ما قلنا يعني هذاك المتجهه ديال الاحتكاك افيك لو سول ديما غاديه في لو سونس كونترير ديال لو فييكول. على اساس حنايا كنعتبروا الفييكول حركه اللي هي نورمال ديالو انه توجور لا مارش افون، الحركه نحو الامام، اما الخلف فهي استثناء فقط. هاد سيستيم دو ترانسميسيون فاش كنتبتو انه لو رول ديالو هو يوصل ليا الحركه دائريه من عند الموتور حتى لعند الرويد، اذا غيكون عندي مشكل امتى؟ فاش ما كيقومش بالدور ديالو. هذه هي التقنيه اللي كنستعملوها. اي حاجه عندي في السياره كنضبط ليها لو رول ديالها، ولا بغيت نقول واحد لا بيس اكس او لا واحد سيستم اكس خاسر او لا الي اون بان ايغال ياك ان نو في با سون رول، صافي يعني هكذا. هاد سيستم دو ترانسميسيون ما فيش بزاف ديال لي بيس، لي بيس ديالو راهم قليل، غير هو كل بيسه فيها النوع. اوكي شوفوا هنايا لو موتور كيدور ليا لومبرياج، هذا الا كانت عندي ترانسميسيون مانيوال ميكانيك كلاسيك لي تخوا مو كاينين ولا ميم شوز، مانيوال ميكانيك كلاسيك. اوكي هاد لا ترانسميسيون هادي ولا لو موتور كيدور ليا لومبرياج، لومبرياج كيدوز ليا هذيك لا روتاسيون لا بوط دو فيتيس، وخطا اللي كيديروا بزاف الناس كيقولوا بوط ا فيتيس، بوط ا فيتيس، لا لا بوط دو فيتيس. لحقاش الا قلنا بوط ا فيتيس راه خاصنا نقولوا بوط ا سي فيتيس، بوط ا سيت فيتيس، ا سانك فيتيس، ولا شي حاجه بحال هكذا. سي بون هنا لا بوط دو فيتيس هنايا ماشي غادي نقولوا، المهم لو كوبلور اللي مقصود به هنايا ماشي هو الكوبلور اللي كيكون بلاصت لومبرياج، وانما المقصود وهو هذاك التماس او هذاك الالتقاء اللي كاين عندي في وسط لا بوط. عندها لي زاربر ديالها سواء 3 زاربر او لا 2 زاربر، مهم بالنسبه لي انا راه سي لا ميم شوز. كتخرج ليا لا سورتي ديالها يعني في لاربر سيكوندير اللي كيعطي ليا لو ديفيرونسييل، هذاك لو ديفيرونسييل كاين في وسط اش في وسط لو بون، هذاك لو بون اما غادي يكون معزول على لا بواط، مثلا لا بواط كاينه القدام و لو بون كاين في لاريير، كيف ما كنقولوا لو بون اريير داير بحال الكره بوحدو، اولا هاد لو بون لي وسط لو ديفيرونسييل ملاصق مع لا بواط يعني انتغري، كنقولوا ليه ياك انتغري على لا بواط دو فيتيس. هاد لو بون اللي هو انتغري لا بواط شنو كنسميو لا بواط اللي يدير بحال ما هكذا، هي لا بواط اللي كتكون عندي غالبا القدام وكتدور ليا الرويد ديال قدام. اوكي كنقول عليها بواط بون، سميتها بواط بون، واغلب السيارات في العالم الاغلبيه كيتمشاو بالرويد ديال قدام، يعني لي غو افون سو سون دي غو موتريس اي دي غو ديريكتريس ا لا فوا. اوكي ولي بواط اللي كيكونوا بحال ما هكا كنسموهم دي بواط بون، صافاش هذا بشكل عام. الا بغينا باش يعني نشوفوا المسائل بواحد الشكل اللي هو ملخص جدا كاع، الو هنا
ترانسميسيون 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 فوالا. هنا عندي ترانسميسيون لي تيب ديالها. هنا لي ترانسميسيون عندي افون وعندي اريير وعندي انتغرال. انتغرال غادي نشرحوها بالنسبه لافون. هادو هما الشكل اللي عندي في ترانسميسيون افون. فوالا هنايا عندي داك يعني الكود ولا الفار يعني ها لافون هو هذا ولا الارير هو هذا سي بون. لي موتور هذا موتور اون في راه باين. عندي لا بواط ديالي وكدور لي ليغو افون. هذه ترانسميسيون افون كنسميها تراكسيون. علاش تراكسيون هي الجر؟ داكشي علاش لو تراكتور سميتوه كداك. واحد الشكل اخر لو موتور محطوط بهذا الشكل يعني محطوط عرض كنقول لي ترانسفيرسال اون فواياج لا بواط كدور لي. هنا عندي ان رونفوا دونغل دابا نشرحوه. عندي عاوتاني هذا الشكل هذا موتور محطوط طول لونجيتيدينال وفواياج لا بواط هذا كنسميها تراكسيون. اوكي وعندي transmission arrière كنسميها propulsion هي الدفع. يعني الطوموبيل كتمشى بالرويد ديال القدام. هنا عندي الموتور قدام وعندي اربر دو ترانسميسيون. هنا عندي لي دو ميزاربر اولا لي كاردون هما هادو. وهنايا غالبا هنايا غادي يكون عندي ان بون بطبيعه الحال باش كنحولوا هاد لا روتاسيون اللي عندي في هاد لو سونس اوكي في لوتر سونس يعني افيك ان انغل دو 90 دوغري بواحد الزاويه ديال 45 ديال 90 درجه كنسميه لو غونفوا دونغل. يعني كنقلب الاتجاه ديال واحد لو موفمون معين. كاين عندي هاد الشكل هكذا وعندي هاد الشكل هكذا. يعني دائما كنتمشاو بليغو اريير وهذه اس كيو 4 ياك اللي هي فيها هذا الشكل هذا اللي شفناه هذا. اغيير 2 بلاتي اغيير 3 سي بون. ها واحد الشكل اخر موتور محطوط لونجيتيدينال طول طابوات خلاص راه باينه. هنا عندي موتور سنترال موتور كاين في الوسط هذا محسوب او ميليو كنقولوا موتور او ميليو او لو موتور سنترال امبرياج ولا بواط. يعني كنت تمشاو دائما بالرويد ديال اللور سي بون. الطوموبيل هذه راه هي باينه عرفتوها ياك. اللي عندي موتور سنترال و لا بواط كدور لي الرويد ديال الله سي بون. وعندي هذا موتور اون اريير موتور كاين لور والكوفر كاين قدام البالز وداكشي كيتحطو في القدام. هنا كاين عندي ان موتور و لا بواط هي اللي كدور ليا الرويد بطبيعه الحال ديال اللور. يعني كلهم كلشي كاين في اللور سي بون. هايش الفيكول بورش ياك. هيا نكبرها. عندي طابوات هنا ولا نبغى بغياج او لو موتور ديالي كاين في اللور بون. هذا هو وعندي هاد الشكل عاوتاني ياك. عندي الموتور و لومبغياج في القدام و لومبغياج مخرج منو لاربر و لابواط بون لو بون ديالها كاينه في اللور. هادو كلهم شكل ديال ترانسميسيون اريير اللي كنقول لي كنسميها بروبولسيون. راكم حافظين نتوما خلاص خلاص هادشي. دابا انا دابا كنعطي غير خلاصات فقط.
عاد عندي تراكسيون انتغرال هي اللي كنقول احنا دابا الكات كات ياك فور ويل درايف يعني 4 دبل في دي فور ويل درايف. علاش كنسميها هاد القضيه ديال تراكسيون كنسميها تراكسيون انتغرال علاش؟ لانه في لي 4x4 باغ ديفو الطوموبيل كتمشى بالرويد ديال اللور باغ ديفو ياك، وحنا كنزيدو الرويد ديال القدام كيتزادو هما اللي كنزيدوهم باش كتولي 4x4. داكشي علاش كنسميها تراكسيون انتغرال، يعني راه لا تراكسيون هي اللي كنزيدوها، اما لا بروبيلسيون اللي هي الدفع باللور هذاك راه باغ ديفو ديما كاين ما كيتحيدش هو. عندي هذا الشكل هكذا، غنحاول انني نكبر الصوره ياك. عندي الموتور ديالي، عندي لا بواط اوكي، خارج منها لاربر اللي غادي ليا البون اريير، وهاد الخرجه في الخرجه ديال لا بواط دايرين واحد لا بواط صغيره كنسميوها لا بواط دو ترانسفير. لا بواط دو ترانسفير كتخرج ليا ان بيتي اربغ اللي غيمشي ليا بين الرويد ديال قدام لواحد لو بون عاوتاني اخر كاين هنا كنسميه لو بون افون باش يعاود يدور ليا الرويد ديال قدام. الوغ في الكرابوطاج ديالي فاش كنبغي نخدم الكات كات اشنو اللي كندير؟ هاد لابواط هادي كتكون بوا مور كندوي عليها، هاد لابواط صغيره كنأكتيفيها باش كتولي كتدور ليا الرويد ديال قدام، وكان ديزاكتيفيها باش كتبقى السياره غاديه غير بالرويد ديال اللور بوحده. سي بون. كاين عاوتاني واحد الشكل اخر، هاد الديسان اللي عطيتكم هنا طوموبيل اللي فيها هاد الشيء هي هادي بالضبط. سي بون. بي ام هاديك جو بونس بي ام فوالا بي ام فوالا. انت ها الموتور ها هو، ها لا بواط طويله، ها هي واحد لابارتي صغيره مخارج من هاد الاربر اللي جاي كيدور ليا الرويد ديال قدام ورويد اللور ها هو راه غادي ليهم الاربر ديالهم. سي بون. هذا الشكل. وعندنا عاوتاني هاد الشكل اللي هو احمق شويه، عندي هنايا الموتور خارج منه اربر سير واللور، عندي لومبرياج على لابواط كتدور ليا الروايد ديريكتومون كتجيها ساهله، وكنخرجوا منها ام بتيت بواط اوكي، ام بتيت بواط اللي كتمشي كتخرج ليا بواحد لاربر لقدام، وهنا كيكون عندي ان بون لحقاش دائما خاصني واحد لو غونفوا دونك ان بون يعني فيه لو ديفيرونسييل، هذا راه خاص هذا ضروري كاين هنا باش يقلب ليا هذاك الاتجاه ديال لا روتاسيون. سي بون. كنظن راه لو شيما واضح جدا. وعندي عاوتاني هذا الشكل هكذا لو موتور لا بواط، طبيعه الحال هنايا غتكون يعني هادو بجوج هما سون دي بواط اوتوماتيك ياك، غير هادي ماشي بحال الاخرى، وكيكون واحد اون ليزون ميكانيك بيناتهم، ولكن لا كوموند ديالهم بطبيعه الحال دائما هذه هي اللي كنسميوها لا بواط ميتريس، يعني هذه ماستر وهذه سليف في داك الشيء ديال الانفورماتيك كنسميو هاد يعني لا بيس اون اللي كتحكم ليا في لا بيس 2 ماستر، والاخرى كنسميها سليف هادي العبد ديال هادي ديما تابع عليها، يعني لا كوموند اللي غيدير لو كونديكتور كيكوموندي ليا في هادي، وهادي هي اللي كتوجه الثانيه اش غادي دير. وبطبيعه الحال راه بجوجهم فيهم لو بون الداخل. سي بون. هذا بالنسبه الشكل ديال لي ترانسميسيون بشكل عام. سي بون. هذا هو اللي كاين دابا عندي، يعني لاريير لافون اي لانتيغرال. اشنو عاوتاني اخر اللي خاصكم؟ هذا التيب دو ترانسميسيون ياك، وغادي نشوفو التيب ديال لي بواط اللي عندي.
سي بون. عندي لا بواط ميكانيك العاديه اللي عارفينها نتوما. اوكي نحاول نكبر الصوره. عندي لو موتور محطوط عرض يعني ترانسفيرسال. اوكي لو فولون موتور لامبرياج كيعطيني لابواط. لابواط فيها وسط منها هي كاين لو بون اللي فيه لو ديفيرونسييل باش كي دير لي لو رونفوا دونك فيغ لي رو. اوكي هذا هو يعني اللي نتوما عارفين الموتور فولو موتور لاصق ليه لامبرياج خلاص الديسك لاربر بريمير ديال لابواط. اوكي و لا بواط اللي كنتحكموا فيها حنايا باللوفي او لو بومون. اوكي وهنايا خلاص لي سيليكتور ديال لا بواط وهذا نتوما فاهمين خلاص هذا الشيء. خلاص لا بواط راه باين فيها لي زاربر لاربر بريمير و لاربر سكوندير. هادي ا 3 زاربر يعني لاربر بريمير هو هذا لاربر انترميديير هو هذا اللي كاين تحت مغطوس ليا في الماء. لي بينيون كيدورو كيهزو الزيت من التحت وكيطليوه فوق لي بينيون الفوقانيين. واصلا فاش كيدورو كيكون الزيت بين هادوك الخويات اللي كاين اونتر لي دون يعني كيتكريساو جينيرالمون. لي بينيون كاملين حنايا كنتحكمو غير في لي بالادور باش كن اكتيفي لي فيتيس اللي بغيت. المهم نتوما راكم هادشي راكم ما عندكمش فيه مشكل. خلاص لو بومون اللي كنا قلنا سي بون زعما هادي الطوب كاع ديال لي بواط ميكانيك فيها 6 ديال لي فيتيس ياك. اشنو عاوتاني عندنا هاد البواط اللي هي ميكانيك. عندنا لا بواط ا كونفيرتيسور نمشي معكم دقه دقه. فارياسيون روبوتيزي كونفيرتيس واخا نمشيو روبوتيزي بواط فيتيس روبوتيزي هادي دوبل امبغياج بلاش نشوفو هادي اللي هي عادية فيها امبغياج عادي. هادي مهم هاد لابواط فيتيس روبوتيزي هما دابا هنايا سموها روبوتيزي ولكن هي راه سيمي اوتوماتيك. هادي هاد سيمي اوتوماتيك اولا دومي اوتوماتيك هي فيها هي لابواط بحال ميكانيك اللي عارفين انتوما ولكن لومبرياج ديالها هو لي اوتوماتيك مثلا سي بون. يعني ما كاينش لا بيدال ديال لومبرياج ولكن هذاك لوفي ديال الفيتيس ياك فيه واحد الكونتاكتور هو اللي كيتحكم ليا في لومبرياج. غير كتقيس لوفي كتبغي تبدل الفيتيس كتفرق لومبرياج اوتوماتيكمون ولكن كدوز لا سيليكسيون ديال لي فيتيس او لي رابور بليطو. لحقاش الا قلت لي فيتيس غنكون عزلت مارشاريير ولا قلت لي رابور راه كندوي على كلشي سي بون. هذا هو اللي كاين بلاص هاد الروبوتيزي بالنسبه للسيمي اوتوماتيك هي هذيك اللي دويت لكم عليها. والروبوتيزي هي تس او هي بواط اللي فيها بواط ميكانيك ولكن كنتحكموا فيها افيك ان لوفي بحال هذا. يعني انا الفرق اللي كاين عندي هو لا بواط فيتيس روبو تيزي الداخل ديالها ميكانيك وفيها لي سيليكتور وكلشي. في الميكانيك في لابواط فيتيس ميكانيك كنتحكم فيها بيدي بلاصت هذاك اللوفي اللي عندي انايا في يدي دايرين دي فونتوز دي زيليكتروفان فيهم بحال دي فونتوز دي زيليكتروفان بليطو هما اللي كيبقاو كيديو هذاك اللوفي ويجيبو كيديوه لقدام يرجعوه للور كيديوه الجنب. اوكي
وكيسيلي وكيديروا لا سيليكسيون ديال لي فيتيس. عقلوا عليها بواط فيتيس روبوتيزي هي راه ميكانيك ولكن اكوموند الكترونيك. بواط فيتيس ميكانيك اكوموند الكترونيك. هذه بواط فيتيس كبيره خاصه واحد لومبرياج اللي هو كبير، داكشي علاش درنا امبرياج دوبل. وكاين لومبرياج اللي هو ملتي ديسك، في بزاف ديال لي ديسك. هذا بوغ افواغ داك داك لو بروغريسيفمون اللي كنبغيو حنا، لا بروغريسيفيتي، عفوا لا بروغريسيفيتي اللي كنقلبوا عليها انه بالتدرج. شنو عاوتاني؟ بواط ا كونفيرتيسور هو داك لو كوبلور هيدروليك. ها هو خلاص راه كاين، كنسميه كونفيرتيسور او لا كوبلو. هذا دار نهار فاش داروا لي بواط روبوتيزي او لا لي بواط اوتوماتيك. وهذا هو اللي كيكون فيه كيكون فيه المهم غير بالدارجه ديالنا وصافي. جوج فرفرات دوت جوج ديال لي تيربين، وحده كنسموها تيربين الاخرى كنسموها موتور، وبيناتهم هما غير الزيت. وهذوك الفرفرات مثلا غير بغيت نبسط لكم، بيناتهم الزيت ما كيتقاسوش، هما ما كيتمسوش. ولكن الفرفره الاولى اللي كي اللي هي اللي كنسميها كيف ما قلت موتور، كيدورها ليا الموتور، هي كيفاش كدور كدور لي الزيت. الزيت غتبقى تدور، الزيت فاش كدور كتخبط في الفرفرات ديال لا توربين، كتولي لا توربين كدور. يعني هادي كدور ليا هادي عن طريق الزيت، صافي هادشي اللي كاين. فاش هادي كدور فاش هاد الاولى كدور ليا الثانيه بالزيت، الثانيه فاش هي كدور كيخبط فيها الزيت، ولكن داك الزيت فاش كيدوز وسط دوك الفرفرات ديالها كيعاود عاوتاني كيرجع من الوسط، يعني كيضرب في الفرفرات ديالها من الجناب وكيمشي من وراها كيرجع كيعاود يدخل من الوسط كيصدق عاوتاني راجع للفرفره الاولى. كتولي الفرفره الاولى كدور بواحد لا فيتيس اللي هي بلو غروند، كتولي عاوتاني كتصيفط الزيت بواحد السرعه اللي هي اقوى عاوتاني وغاديه. داكشي يعني هاد لو كونفيرتيسور علاش سموه كونفيرتيسور؟ يعني لانه كتعطيه واحد الطاقه اللي هي قليله، كيصدق هو مخرج لك واحد الجهد اللي هو كثير. هذا هو علاش حنا سميناه كونفيرتيسور. سي بون، وكيكون لاصق في لا بواط. هذا يعني لومبرياج راه تحيد الدار هذا لاصتو، يعني ما كيكونش عندك مشكل. ولا بواط راه كتبدل هي اللي فيتيس راسها. خلاص هاد لابواط ا كونفيرتيسور هي هادي، فوالا لو كونفيرتيسور هو هذا اللي مدورين عليه هنايا بالزرق. اوكي، ولابواط هادي لابواط ا ديسك، فيها داكشي ديال لي ديسك مستفين حتى هي راه عندها واحد. هادي هي اللي فيها لي تران اي بي سيكل ويدو، لي تران اي بي سيكل ويدو. ان تران اي بي سيكل ويدو الواحد كيعطيني 3 فيتيس بلس لا مارش اريير، يعني كيعطيني 4 رابور. راكم قارنتم هادشي؟ خلاص سي بون. هذا لو سيليكتور الا بغيت نتوما حافظين هادشي. خلاص بي هي الباركينغ، يعني الطوموبيل مغاديش تحرك من بلاصتها. ار لا مارش اريير، ان بوان مور، و دي هي درايف، هي لا مارش افون. وبعض المرات كتلقى انا 1 2 3 مقصود بهم هو كتلزم انت على انه ديك لابواط مثلا الى هاد لو سيليكتور حطيتيه في 1 كتلزم على انه لابواط ما تفوتش بروميير فيتيس، الى حطيتيها في 2 كتلزم على لابواط ما تفوتش لا دوزيام فيتيس، واخا انت تبقى مكسيري كاع والو ما غتفوتش لا دوزيام فيتيس، مابقاش انت اللي في اللي
في XTFR. سي بون بحال هاد المسائل. شنو عاوتاني اللي باقي ما شفناش؟ لا بواط ا فارياسيون كونتينيو، هادي واحد الشكال عاوتاني ديال لي بواط، حتى هي فيها هاد الكونفيرتيسور وهذا وهاد لابواط، يعني الداخل ديالها يعني مبدل شويه وحسب ما عقلت باقي لها هادي ما كايناش في البروغرام، كان عندكم كاع كاملين لا كاليف ولا الكاليف خلاص ما عندهمش تي او تي اس جو بونس با انهم كاين عندهم هادي في البروغرام، ولكن تغلط صحوا لي قولوا لي هادي راه كاينه عندنا استاذ كنقراوها سميتها بواط ا فارياسيون كونتينيو. اوكي واللوفي ديال هاد لابواط اولا داير بحال هاد الشكل هكدا، لابواط اللي كندوي عليها دابا ا فارياسيون كونتينيو. سي بون معزلين ليها الباركينغ بوحدو كشي لاخر هنايا. اوكي شوف ياك ماشي واحد من صحابكم ويمشي وحدين. مش هادين نقراو من غادي نقراو الموديل ديال الفيكل ولا ديال الهيبريد ندخل وخلا مع السي في تي؟ لا ستة داخل معاش باش داخل مع اللي في الهيبريد استاذ، حيت هو اللي فاش كاين السي في تي. كدوي على لابواط؟ نعم. ايه لكن انا ما عرفتش مع ما كنقريش تي اس دابا، ما كنقريهمش هاد العام، ما عرفتش البروغرام ديالهم بالضبط شنو اللي كاين. المهم على اي نرجعوا لذاك لو دوسيي اشنو اللي قلنا لي بواط فوالا. المهم انا اللي شفت معكم خلاص لا ترانسميسيون بشكل عام لي بواط. الو كيف ما قلت لكم ليكزام ريجيونال غيكون هذا غيكون براتيك، بما انه غيكون براتيك اذا خاصنا نمشيو دابا نشوفوا لي تي بي اللي غيكون اللي كيكونوا عندنا. هذا هو لو دوسي اللي كنت كنبارطاجي معكم دائما سي غراتوي، حاولوا تستافدوا منه. الو بور لي تي بي نمشيو ليهم فيت في. اوكي هنايا ما عنديش شي حاجه ديال لا بواط او لا سيستيم دو ترانسميسيون، انا غير لا بارتي موتور ياك انجيكسيون فوالا 23. نحاول باش نقيدها عندي 23 ياك لومبغياج، و الفان كاتر تا هي سوف لي دو ترانسميسيون اوني الفانسيس. لا اوكي نيت حتى الفانسانك الله الفانسانك عاد فانسيس. او تاني كونترول انبوت اني فانسيت 28 صافي حتى ل 28 من 23 سميتو هذا اللي راه كنا كنبارطاجيو في الجروب، وبزاف ديال الاخوان ديالكم كيبارطاجيو معكم هاد لو بي دي اف في لاتيولي عندي، راني متيري هذاك كله طابعو وطابعو على اساس شاك تي بي دون زيل سول باج، لحقاش كل تي بي تي بي لا فيه دو باج امبريمي، يعني دو باج باغ باج كيجي هو هذاك
وديروا في كلاسور ديال لي شيميز وكيخدموا به لي ستاجيري الى كان عندهم ان تي بي، كيمشي للصفحه اللي هي عندها العلاقه بتي بي كيتبع وكيطبق. الوغ الى رديتوا البال هنايا لوبجيكتيف هي كيفاش اللي دابا رجعوا بالنسبه ليكزام براتيك، ياك غادي يجيو عندكم دي فاريونس. لي فاريونس شنو هو المقصود بهم؟ هو انواع ديال لي تي بي. مثلا الى قلنا فوزافي 4 فاريونس يعني فوزافي 4 تي بي ديفيرون، غيكونوا تقريبا 15 واحد ولا 20 واحد، ياك هادوك ربعه ديال لي فاريونس غادي نديرو لهم فوتو كوبي خمسات المرات باش نلقاو 20 فاريونت وكنخلطوهم اوكي وكنفرقوهم. يعني شاك 5 ستاجير مثلا او لا 4 ستاجير غتجيهم لا ميم فاريونت. هذا هو اللي كاين. لا فاريونت كيكون في لو تيتر ديالها سميه ديال تي بي اللي غادي يجيك بحال هذا، وكيكون مذكور فيها شنو اللي خاص يدير. مثلا في لا فاريونت كيقول لك اودي في الاول لي كونترول بريلي مينير، انت خاصك تكون عارف هذا الشيء اللي خاصو يدير. كيقول لك في غيفي، انت خاصك تكون عارف هاد التفاصيل، يعني بحال نقولوا هو كيعطيك لي تيتر بحال ما هادو، وانت هاد التفاصيل هاد الشيء خاصك انت ديرو. وي دابا لي تي بي مثلا واش كيطلبوا ضروري بانك دير دياغنوستيك ولا كيقول لك هو المشكل اللي كاين يقول لك ها لوبجي تاع لو طرافاي انت كتمشي تبدل البياسه ولا دير شي غوشونج شي حاجه؟ دابا راه على حسب لا فاريونت اشنو كاين فيها، واش فيها رامبلاسمون، واش فيها كونترول، واش فيها فيريفيكاسيون، واش فيها انتروتيان، وانت كتشوف لي ديطاي لي معطيين ليك هما هادوك العوارض. عاطينك دي تيغي عاطينك عوارض هنايا كتتبع في هادوك العوارض اللي عندك. انت عندك دائما في تي بي واحد لو كونت روندو بحال الرابور ديال تي بي من عندك. خاصك اولا تكون ضابط فاش غادي تخدم لو بوست ديالك باش تعرف اشنو غادي تكتب، داكشي اللي غادي ديرو في الرابور اللي كنسميه لو كونت روندو. بعض المرات راه كنصاوبو الكونت روندو في لو ديبي وكنسلمو الاستاذ اللي كيدوز لينا، كنسموه لو فورماتور ايفالياتور، ياك يعني الاستاذ الممتحن او المكون الممتحن اللي كيدوز لك امتحان. ولا في الغالب اللي هو الاصل حتى كتكمل لو تي بي ديالك حسب شنو اللي عندك، عاد كتمشي كتجلس وكدير واحد لو كونت روندو على هذاك الشيء اللي دوزتي في تي بي. نتوما شنو هو يعني الاساس اللي خاص يكون عندكم؟ خاصكم تكونوا ضابطين هاد المراحل هادو. هذا مثلا دابا هذا سي تان تي بي جينيرال وكنطبقوا في جميع السيارات في جميع المطار في جميع هذا وجميع هذا بنفس الطريقه. كيختلف اشنو هذوك لي ديتاي راه ما غاديش يديروا في هذاك لو كونت روندي اصلا فيه صفحه ونص، يعني ما يمكنش دير فيه التفاصيل، كدير فيه غير العوارض. هذه الحاجه الاولى، وكنخدموا بهاد لا ميثود هادي. ما كنديروش لا كونجيغيزون دي فيرب، كتخلي لي فيرب ا لانفينيتيف لا نصرف الافعال. ما كتقولش جو في فير، لا كتبقى تخلي لي فيرب ا لانفينيتيف ديالهم. سي بون، وما كتحاولش تبقى دير دوك لي بروبوزيسيون ولا لي بريبوزيسيون عفوان و اونكور بوي بحال هادشي دو بلوس. لا لا لا،
كتبقى دير غير في العوارض وبجمل بسيطة طق 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 طق، غير هذاك الشيء يكون مرتب، ولا شي حاجة بغيتي تزيد توضحها بافيك ان بتي ديسان كدير لهم ديسان باش كتبين لهذاك المصحح انه راك فاهم مزيان صافي. وكتحاول باش انه تتبع هذوك المراحل، هو على حسب لي نيفو. مثلا دابا الفرق اللي بيناتكم نتوما بين تي اس والتكنيسيان والكاليفيكاسيون، الكاليفيكاسيون كيعطوهم دوك المراحل، هما اصلا كيعطوهم المراحل الكبرى، خاصو هو غير يدي طاي كومون فير. تي و تي اس لا، تي و تي اس ما كيعطيكمش المراحل الكبرى، كيعطوكم لي تيتخ لي غون تيتخ، انت اللي غادي تبقى تحط المراحل وعاد كتفصل في هذوك المراحل. هذا هو الفرق اللي كاين بيناتكم، سي بون. اما راه سي لا ميم شوز، يعني لا تي اس ولا تي ولا الكاليف، راه هاد لو تي بي il se fait de la même façon، ريغلاج ديال لا غارد دومبرياج، لا غارد ديال لومبرياج هو هذاك لو جو، هذاك لو جو اما كيكون في لومبرياج من جهه، اياك اما كيكون في جهه لا بيدال ديال لومبرياج، اما كيكون فيهم بجوج. يعني كتشوف انت هاد لو جو فين خاصنا الريغلو، كتخلي واحد لو كوتي فيكس وكنريغلو في لوتر كوتي، هنا على حسب واش عندك لا كوموند بار كابل اوكي، او لا عندك كوموند هيدروليك بالزيد، يعني سيلندر ايميتور اي سيلندر ريسبتور. وهاد لا غارد انت راه خاصك تمشي وتشوفها في لا روفي تكنيك دو فيكول، لا روفي تكنيك يعني خاص يكون عندك لوجيسيال اللي فيه هاد لي دوني هادو، بحال اوتو داتا ولا توليرونس داتا ولا فيفيد ولا اول داتا، على حسب شنو اللي عندك انت. شي نهار ندير لكم شي حصه على هادشي ديال لا روفي تكنيك، كومون يوتيليزي لا روفي تكنيك، هذا من غير لي بي دي اف. الا عندك بي دي اف ديالها نيت فري ديالها تخدم به، سي بون. هذا هو الريغلاج ديال هذيك لاغارد فين جات، سي بون. الوغ اون باس هنا رومبلاسي اي كونترولي ان امبرياج، يعني كنتيستي لامبرياج. لامبرياج عندنا دو شوز، يعني فاش كتكون مطلوقه لا بيدال وفاش كنورك على لا بيدال. الا بغيت نزيد نفصلها عاوتاني، عندنا اللحظه فاش لا بيدال مطلوقه كومبليتمون ياك، وعندنا اللحظه فاش كنبدا نورك على لا بيدال، يلا كنقيسها حتى كن يعني كنلصقها على لو بلونشي كامله. وعندي عاوتاني اللقطه فاش كنبدا كنهز رجلي على لا بيدال حتى كنطلقها كامله، يعني بغينا نقولوا يعني اون كاتر سيتياسيون، أربعة أون غو وبالتفصيل أربعة، وفي كل لحظة من هادو كيحدث ليا شي حوايج. هنا تما فاش بار إكزومبل كنكون غادي بخوميييغ فيتيس مزيان، كنكسيري كنحس بالسيارة كتجاوب معايا، فاش كنمشي بواحد السرعة شوية عاوتاني زايدة كنكسيري الطوموبيل ما كتمشاش، ولكن الموطور كيبان ليا كيغوت. يعني لي داكشي علاش هما مدير لينا هذيك لي كوي ديال ريجيم موتور، كيبان ليا انه الموتور كيستجب لاكسيليراسيون ديالي، ولكن السياره ما كتستجبش لاكسيليراسيون ديال الموتور. ولا بغينا نثبتوها، الرويد ما كيستجبوش لاكسيليراسيون ديال الموتور، عارفين الموتور ويلي كيدور. اذا فاش كنقول انايا راه هو الموتور كيستاجب لاكسيليراسيون، اذا ما عنديش مشكل في الموتور، اذا عندي مشكل في لا ترانسميسيون، اما في لا بارتي امبرياج او لا في لا بارتي بواط او لا في لا بارتي كاردون، خاصني نمشي نشوف فين كاين عندي المشكل. هكذا وكنمشيو كنبداو بلومبرياج هو الاول،
وهنايا لومبرياج بشكل عام، بشكل عام فاش كيكون عندي ترانسميسيون ميكانيك راه من الصوت ديالو كيكون باين داكشي، انه كيبقى داك الديسك غير كيتحك، ياك كيتحك اولا كيزلق على الفولون موتور، ما شاد ليش ما شاد ليش مزيان. اما هذاك لاغارد اللي قلنا زايده لو جو كبير بزاف، اولا لو بلاطو دو بريسيون ما كيوركش مزيان على الديسك باش يشد ليا في الفولون موتور، يعني فاش كنكسيري بزاف الديسك ما كيلصقش ليا على الفولون مزيان، بحال هاد المسائل هكذا. سي بون. وبطبيعة الحال ما تنساوش انه في هذاك لو كونت روندو ياك انه راه غيسولكم على لوتياج اللي غادي خصك، وهذا انت خاصك تكون حاط هذاك لوتياج اللي كاين عندك، لا غوفي تكنيك خاصك تشوف فيها بحال هاد المسائل هكذا. بعض المرات كتكون لا ميثود دو ديبوز دو ديبوز ديال هذاك لومبرياج، يعني راه غادي يعني انت خاصك تحيد دابا لابواط، باش تحيد لابواط حسب كل سياره، كاين السياره اللي داكشي فيها صعيب، كاين اللي فيها سهل، كاين اللي معقد، كاين اللي خاص دي ميثود اللي هما ديفيرون، داكشي علاش لا غوفي تكنيك تكون مهمه. وانا راه كيعطوك كيفاش لا بريباراسيون تبريباري هذيك لا بواط، ودابا على حسب لو دي مارور هنايا ولا هذا، انتم عارفين لو دي مارور فيه يعني البينيون ديالو خاصو يشد ليا في الفولون موتور، يعني بعض المرات كيكون في لابارتي في لو بلوك سلو بلوك موتور، بعض المرات كيكون فيكس في لابواط، بحسب كل سيارة وكيفاش دايره. سي بون، نتوما خاصكم تضبطوا هاد انا غنحاول نعاود نصيفط لكم هاد لي تي بي في لي جروب ديالكم، سواء الوليدات اللي كيقراو عندي ياك يعني ان شاء الله الجهوي السيمانه الماجيه، ولا بالنسبه لكم نتوما في الجروب ديالكم ديال تيك اوتو. هاد لي تيبي كلهم راه كاينين في يوتيوب، يعني مزيان تقرا هنايا وتشوف لو تيبي كيفاش كيدوز، غير هو ردوا البال، حاولوا تقراو هذا باش تحاولوا ديروا لا كومباريزون بين المحتوى ديال هذيك لا فيديو وهاد المراحل اللي هنا. واي واحد لقيتوه في لي تيبي اللي كيدير في يوتيوب كيزقل شي حويج هنا ما كيديرهمش، اذا هذاك راه ما كيضبطش المسائل ديالو. اي واحد لقيتوه كيحترم هذا الشيء هو اللي خاصكم تبقاو تتبعوه معاه في لي فيديو. نعم، انا دابا عطيتكم طريقه كيفاش كتقارنوا بين الناس اللي كيديروا اللي هما كيديروا الشيء ديال المحتوى راسمون ديال لا ترانسميسيون، دائما لا غوفي تكنيك لوتياج. اوكي، فيدونج ديال لا بواط راه خاصو يدار. انا دابا كيدو على حيدو لا بواط كومون فير حسب كيف ما قلت كل فييكول والطريقه ديالو. داكشي علاش قلت لكم فاش نتوما غتبغيو ديروا لو كونت روندو خاصك في الاول تسول الاستاذ اش من بوست اللي غادي يصيفطك ليه. سي بون، وباش كتمشي نتا للبوست وتهندس مع راسك وتحاول تكتب هذاك لو كونت روندو مرتبط بالبوست اللي معطي لك انت. سي بون، اولا كتكتب اون جينيرال على حساب الظروف اللي عندكم، حسب يعني ليكيبمون اللي هو متوفر عندكم في لاتيولي ديالكم. سي بون، هادو سوستون دي تي بي اللي كيداروا في سميتو.
سوفلي يعني ديال لي كاردون. اوكي، وهذا راه بوحدو يعني كاينين سبحان الله دي تي بي الشيء ديال لي سوفلي، وهذا يعني فيهم نيت ميد قال صراحه، فيهم نيت ميد قال، فيهم شي عبارات وخاصك تجي وداكشي فيه لي باش السوفلي تجيبو في بلاصتو، وكاين دي زوتياج او لوتياج سبيسيفيك. ما ساهلش الصراحه، ما ساهلش داك الشيء. وهاد لي سوفلي كيكونوا بالعبار، ردوا البال، راه كيكون فيهم واحد السيري نيميرو دو سيري، خاصكم تجيبوه كيف ما هو، ماشي انها جاتكم، انما واحد دوك طويات لي بلي اللي كيكونوا فيها راه خاص يكون نفس الاداء، هذيك فيها خمسه ديال الطويات، هذيك اللي خاصك تجيب فيها نفس لو ديامتر، نفس، ماشي انه جاتك في الطول جاتك كذا، لا خاصك تجيب داك الشيء كيف ما كانت، يعني جيب لا كوبي ديال هذيك الاصليه اللي كاينه اللي كانت فيها، وخلاص سوستون دي زوتي باش كنخدمو بيهم باش نركبو. هذا خلاص تريبود ديال لي كاردون، راكم قارينها في ليكو، خلاص تي بي ديال السوفلي بروسوس تريبود ياك، وهذا الاخر ديال جوان ابي قريتو نتوما هذا بحال هذا، والله هذا هو اللي فيه ليبي، كنسموه جوان دو كاردون، هما الريوس هما لي تيت ديال لي كاردون اللي كيركبوا ليا في الرويد، اللي حقاش الرويد كتهز وتخبط وكدور، وهذا اذا خاص هذا يمشي، خاص يدور ليا الرويده كيف ما كانت، الرويده تهزات هبطات دارت دارت ان براكاج، فهمتي، خاص دائما تبقى تدور. الاول هذا كيوقع فيه الديفو انه ما كيبقاش كيدوز ليا هذاك داك الصله الميكانيكيه، يعني شي دابا كيتكال كيكون عندي اون ايزور، ايوا التخربيق اللي كيديروا شي وحدين كيبداو يعمروا بزاف طول العمر، هذاك الشيء التخربيق لانه داك الشيء كلشي كيرجع على مول السياره، هو اللي كيولي ضايع في السياره ديالو، كيكون لو جو كيديروا ليه شي حاجه اللي هي قديمه لاغريس قديمه، ولا كيديروا ليه الزفت كاع وكيقول لها انت راه الصوت ما بقاش تقرقي ما بقاش، المهم نسمي داكشي كله تخربيق، ما عنده حتى شي غلاش ديال لي بواط، كيبدا داكشي من الداخل لي فيكساسيون، داكشي ديال لي زارب لداخل لي سيليكتور لي سانكرونيزور ديالهم، كلشي خاص يكون اون ريغل داخل. اوكي هنايا المهم خاصكم كلكم تكون عندكم واحد لا كومبيتونس، هي تحط قدامك لي زاربر ديال لا بواط كونسيرمي ونخربق ليك هذوك لي بينيون كلهم، لي سانكرونيزور لي بينيون لي بالادور كلهم فوق لا طابل، وتحاول تخدم يعني الذكاء ديالك وتحاول تجمع ليا هذوك لي زاربر، فهمتي، بالترتيب ديال لي بينيون اللي خاص يكون، وتحطهم في بلايصهم، كل حاجه تحطها في بلاصتها، وهذا كي هادشي وهاد لا كومبيتونس او المهاره مرتبطه بمدى فهمك لطريقه اشتغال لو فونكسيونمون ديال هذيك لا بواط، هذا هو اللي كاين، وكديرها المره الاولى والثانيه والثالثه صافي وكتحفظ، الى تعلمتي غير واحد لابواط ميكانيك وفهمتيها وحده، اوكي وحده ا دو زاربر وحده ا تخوا زاربر، يعني بريمير ولانترميديير والسكوندير، راه اي بواطه بحالهم راه غادي
أستاذ راس مشى. Le différentiel fait un c'est bon. On fait grand chose. Donc si les qui connaît la tête, il fait l'usure. Alors on peut charger ou on peut amener ou mettre quelque chose. La tête, ça va qu'on bidloa. Par exemple, les qui kina bhalha, marhaba, mais kina, ça qu'on se trompe bidlin la boîte complète. Ou حاليا دابا اللي كاين حتى في لي ميزون وكاين فيكم اللي كيستاجي في لي مي في لي ميزون راه غادي يقدر انه هي يعني ياكد لي هذا الشيء. عرف لا ميزون دابا راه داك الشيء ديال بدل هاد البياسه ولا هاد البياسه ما كاينش دابا. اي حاجه خاسره كي مثلا لا بواط فيها مشكل كي كوموند اون بواط جديده صافي. علاش؟ باش هو يتهنى شو يحيد الشك ما يبقى يبدل هذه هذه البياسة. فاش كتكون تكالت راه كتكون اداه ليك دوطخ بياس يعني سي با لا بين تبدل هذه. الا بدلتي هذه الاخرين راه تاداو بها هي يعني كتولي في الاخر كتقول راه خاصني لا بواط كومبليت سي بون. او البارح يمكن شي واحد راه كان صيفط يمكن شي حاجة في الجروب خصوص لي تي بي. لي تي بي راهم باينين يعني انا لا بريباراسيون ديال تي بي لي جيني سيكوريتي خاصك تكون ماشط مشطة مزيانة حسانة مزيانة ايديك الخواتم تحيدهم المكانة تحيدها الكورميطات تحيدهم الطابليه ديالك تكون سادها وتكون لابس الصباط وداكشي ديال الهندام يكون مقاد. هذا هو الشرط الاول. هادشي مرتبط بالسونتي اي سيكوريتي السوارت وداكشي ولوتياج تكون حاطه بطريقه منظمه فوق لا طابل. لي بياس ديال ديك لابواط مثلا ولا هذا كتحطهم ستفين وداكشي يكون منظم وتخدم بواحد الشيفون في جيبك. وهذا هو اللي كاين وتكون ضابط المسائل ديالك سي بون. عندكم دابا هاد لي بي دي اف تبعوا فيهم وعندكم لي فيديو في يوتيوب لي فيديو في الفيسبوك موجودين يعني ما كاينلاش نبقاو نعاودوا لي تي بي. لي تي بي راه طاهم والله كثار موجودين. الوغ فوز افي دي كيستيون pour arrêter la séance ici. Mahba, tfadlou. Est-ce que vous avez des questions? Choukran oustad, kulchi mouhem. شحال واحد من بركه ديال الاستاذ عبد الواحد كيستيون هي استاذ واش نسمع حاجه استاذ واحد دقيقه تفضل استاذ واش ندير ستاج